القضاء العشائري هو رديف للقوانين والأنظمة ومخفف، ولكن أنا ما أدعي الكمال إني أنا ملم فيه، ولكن حسب معرفتنا على هوا العمر، أنا عمري تجاوز 75 عام، نسأل الله حسن الخاتمة. فأنا لا أكبر إلا بربعي، شعر شوارب اللي قدموني موقرهم، ربعي الجبور سبع الحمايم، وجدت كوكبة من 12 محافظة ألا وهي رابطة صقور الأردن برئاسة أخونا الشيخ مصطفى محمد الزبون من قبيلة بني حسن، وأخونا أبو عبد الله النقرش من خيرة الخيرة. أما هذول فهم تاج راسي ربعي الجبور الحضور، والغايبين أيضا أنا خادم لهم كلهم.